صحيح. صعب. بنشوف فنانين كبار بيشتكوا ان ما لهمش معاش وانهم في سنهم الكبير مش لاقيين اي رعايه. الوزاره كانت بدات تعاون مع نقابات فنيه، هل وصلتوا لحاجه في الملف ده؟ الحقيقه يعني هي اولا خاصه بكافه المواطنين اللي بيشغلوا مناصب، عايز اقول لك مثلا قدامى لاعبي الكره، قدامى الممثلين والموسيقيين والفنانين التشكيليين والى اخره، انتاجهم مش منتظم، يعني هو مش بياخد مرتب صحيح. شهري، وبالتالي هو اغفل عمل منظومه تامينيه ليه عشان تقدر تحميه، واعتمد ان وقت السن دوت وقت ما هو نجم وصغير وبيعمل بيكسب افلام كويس كتير، فمش محتاج، فمش مش محتاج، بعد كده ما عملش بيلاقي بشكل مستمر. ادواره بتقل، او فنان تشكيلي بيعمل كام لوحه في السنه، وبعدين اقول له يعني هتفضل قاعد كده طول السنه؟ ما هو لازم هتعمل حاجه، علشان ايا كانت الوظيفه، او لاعب كره خلاص كبر مش قادر، عندوش اللياقه بتاعت وهو صغير. فاحنا عملنا هي حمله، وسياده الرئيس وجهنا، كان حصل الدكتور اشرف زكي يعني شرف بلقاء سياده الرئيس وطرح هذا الموضوع واسند الينا، فجمعنا مع الموسيقيين استاذ هاني شاكر فنان كبير، والدكتور اشرف زكي، والاستاذه صفيه عن القباني عن التشكيليين، وعملنا اجتماع، وعملنا يعني ايضاح للمنظومه التامينيه، وان الصناديق اللي عندهم دي صناديق ضعيفه جدا جدا، يعني في صندوق مثلا بيدي التشكيلي 70 جنيه في الشهر، ويصل الى مثلا اقصاها الموسيقيين 700 800 جنيه في الشهر. فطرحنا ان الصناديق دي اولا يعني كيفيه ادارتها واستثمارها، بس بالاضافه لكده في منظومه التامينات، والحقيقه تعاوننا وتعاوننا مع هيئه قوميه للتامينات، وقدرنا نحط بعض ان حتى التسهيلات في السداد مش لازم كل شهر، ممكن كل 6 اشهر، ممكن كل سنه، فعملنا تسهيلات في التامينات، عملنا توعيه معاهم، فبدا يبقى في اشتراكات تامينيه تجمع عن طريق النقابه، يعني عشان يجدد كارنيه النقابه لازم يكون مسدد. في نفس الوقت الصندوق موجود، الصندوق هيبقى مكمل، ومستمرين في بقيه النقابات، ومستمرين مع جميع فئات العماله غير المنتظمه، عشان نقدر نعمل لهم حمايه تامينيه مرتبطه بتامين صحي. فهيلاقي نفسه استفاد من التأمينات، واستفاد من علاج. العلاج، واستفاد من البطالة، ولا قدر الله لو حصل إعاقة. فعلشان كده هي منظومة متكاملة. تاني هقول إن إحنا محتاجين يعني نطور وننمي هذه الثقافة التأمينية. صحيح. إنها الجزء الأول لينا والجزء الأكبر على ربنا، بس ما نقولش ربنا وإحنا قاعدين مكاننا. يعني مصر بتست